وفي حوار خاص للقاهرة الإخبارية أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك أن جدول أعمال القمة الأمريكية الأفريقية تم تنسيقه بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وتركزت أهدافه حول عدد من الملفات من بينها الأمن الغذائي والصحي. وأشار تيك إلى تميز العلاقات الأمريكية المصرية والدور المصري المحوري والاستراتيجي في القضايا المرتبطة بالقارة الأفريقية ومنطقتي الشرق الأوسط وحوض المتوسط. الأهداف من هذه القمة أن يكون هناك حوار بناء على المستوى الكبير مع النظراء من القارة الأفريقية، وتناول كيف يمكن دعم الأولويات ومشاركتها، وكذلك هناك العديد من المناقشات بشأن الأمن الغذائي والصحي والتداعيات للتغير المناخي، وسوف تكون هناك حوار بشأن السلم والأمن والديمقراطية والحوكمة في القارة، وهناك عددا من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتم تناولها في القطاع الخاص لكيفية تفعيل وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القارة السمراء. وبالطبع سوف يكون هناك عددا من اللقاءات لتناول كيف يمكن الاستعانة بهم في دعم العلاقات الأمريكية الأفريقية. كل عنصر بجدول أعمال القمة تم وضعه بالتنسيق والتعاون مع دول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، فبالتالي أعتقد أننا هنا نرى عددا كبيرا من الدول الموجهة لدول القارة، وعدد كبير من الدول حضرت هذه القمة بالفعل لتناول عددا كبير من الموضوعات والمشاغل. لقد بنينا الحوار على عددا من القضايا ذات الأهمية. على سبيل المثال أعلنا عن توفير التمويل يقدر ب 55 مليار دولار خلال الأعوام القادمة لصالح الاستثمار في البرامج الجديدة والتعليم والصحة والتكيف مع التغير المناخي، وندعم وجود مقعد للقارة الإفريقية في مجموعة العشرين، وكذلك مقعدا في مجلس الأمن الدولي. من الواضح أن الدولة المصرية من إحدى المشاركين الأساسيين، وسعيدين بوجودهم هنا في واشنطن العاصمة. لقد استضافت مصر كوب 27 قمة المناخ في شرم الشيخ، ورأينا مدى عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وكأحد الأساسات لوضع الأولويات المتعلقة بالتغيرات المناخية. الدولة المصرية لها دور عظيم بسبب روابطها وموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط، وهذا يطرح عددا كبيرا من الفرص للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، وكذلك دعم الاستثمارات للقطاع الخاص في القارة لضمان أننا نتقدم في عددا من الموضوعات التي تهم البلدين ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أن الولايات المتحدة تتعهد بدعم التعاون مع كافة الدول للتغلب على التحديات في لهذا القرن، فإن مصر وعددا من الدول الأخرى لها تأثير قوي